بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية جميعا وحياكم الله. حلقة جديدة معاكم في كويت اندرسكور بادلز على حسابنا بالانستغرام وعلى قناتنا في اليوتيوب. اليوم راح نتكلم عن مضرب من شركة نوكس وهو الام ال 10 برو كاب بلاك اديشن. طبعا احنا تكلمنا عن هذا المضرب في فيديو سابق، تمام، وراح نذكر على السريع مواصفاته وما راح نطول. ليش؟ اوريدي في ناس يعني عجبهم هذا المضرب، خصوصا البلاك اديشن، والفرق البسيط ما بين هذا وبين هذاك، طبعا هذا في اللون الاصفر مثل ما انتم شايفينه، لكن من اول ما تشوفون اللمعه اللي عليه هو مو لمعه فقط، هي الطبقه، لو تسمعوا معي الطبقه الخشنه، فهذا اللي يميز في مضرب الام ال 10 برو كاب عن نفس اخوه اللي هو اللون الاسود اللمعي او الابيض. وهذا المضرب لا تنسون هو خاص حق اللاعب ميغيل لامبرتي اللي توقيعه موجود هني، وهو احد يعني اعضاء او خلينا نقول لاعبين اللي تابعين حق سبونسرهم من شركه نوكس. لا تنسون ان هذا وزنه ما بين 360 الى 375 حسب ما يطلع من المصنع. بالنسبه حق الفريم، الفريم مصنوع 100% كربون، اما السيرفيس كوتينج الطبقه، في طبقه هني كوتينج اللي هي 3K سيلفر فايبر جلاس، مستخدم الفايبر جلاس، تمام. وبشكل عام يعني المضرب يعني تكلموا عنه بشكل عام، احنا خلينا نقول ما جربنا الرف، احنا جربنا هذاك الاسود جيمين، لكن هذا الى الان ما جربناه. الطبقه الخشنه حاله حال وايد مضارب، تم يعني اضافه هالخاصيه علشان السلايسز القصات الكره، تمام. مو شرط انه يعني يمكن يضبط هذا المضرب مع يعني وايد من الناس، خصوصا اللاعب نفسه ميغيل لامبرتي قاعد نشوفه يلعب مع المضرب الابيض اللي هو اللماعي وليس الخشن، وما شاء الله اذا شفتوا لعبه يعني لعبه هم جبار على عمره. حلو، بما ان هذا الشيب دائري، واحنا هم دائما الحين فيديوهاتنا الجايه راح دائما نذكر ان احنا قاعد نتوجه حق مضارب الكنترول، تمام، يمكن شويه على تير، لكن نحاول نوخر عن الدائما في هذه الفتره. وإذا كان متواجد يعني في حسابنا أو كاتنا أو أكاونتنا أو بالمتجر، تمام، هذه يعني حسب يمكن طلب الإدارة، أن في بعض الناس صدق قاعد يطلبون ومحتاجين، لكن هم نريد نقول توجهنا على شكل دائري عشان موضوع السويت سبوت وهو متمركز بالنص، تمام. فبالتالي هذا الشرح السريع عن هذا المضرب. حلو، احنا يعني قرينا بموقعهم الصراحة أنه هو المفروض يكون في سمارت ستراب، فانا ما ابي يعني افتح واخرب على الجماعه يعني بالمبيعات، لكن انا اللي قاعد اشوفه هذا ما ادري يمكن لداخل، لان حتى السبير يعني كان الخيط مبين تحت التغليف، السبير مو موجود. يعني هم شنو حاطين هني؟ يعني لاحظنا حاطين اذا تبي تركب حمايه خاصه فوق بروتكتور هني نحط، ليش هني مو منحط؟ في ناس ما يحبون يمكن عشان الوزن، مع انه كله يمكن 2 او 3 جرام. فبالتالي ضايفين هديه مجانيه لشركه 3M، تمام، تتلزق هني فوق، تمام، عشان تحميلك المضرب من اي صدمات وطقات، سواء من الارض، الشبك، الحديد، او الزجاج، او الالواح الزوجيه الخلفيه الجانبيه الى اخره، تمام. فهذا هو بشكل عام شرح سريع عن المضرب، ما حبينا يعني نطول بهذا الفيديو، وان شاء الله استفدتوا منه، انزين، لان هذا الفرق بينه وبين الام ال 10 برو كاب البلاك اديشن هي فقط طبقه الخشنه، تمام، واللون الفسفوري، اما باقي المواصفات هي نفسها. طبقه الخشنه الكل قاعد يسال ليش محطوط، هو محطوط لسبب واحد وهو السلايس القصات الكور، تمام. مع ان ميغيل لامبرتي لو تلاحظون الحين عنده ثلاث مضارب، عنده هذا والاسود اللماعي والابيض هم اللماعي السموث، معناته عنده مضربين سموث، وهو يستخدم حق بطولاته السموث على فكره. فبالتالي مو شرط انه لازم يكون عندي طبقه خشنه عشان اقص يا جماعه. في وايد ناس عندهم مضارب سموث ويقدرون يقصون. فبالتالي يعني حاولوا تجربون وان شاء الله تستمتعون يعني سواء بهذا المضرب او مضارب اخرى. ان شاء الله استفدتوا من الفيديو، لا تنسون يا جماعه تسوون لايك وشير وسبسكرايب على قناتنا في اليوتيوب، ان شاء الله نشوفكم مستقبلا في فيديوهات جايه. مع السلامه.